أصحابي الجميلين من الأمانة انفزاج من أحلى ألعاب الرعب اللي لعبتها بحياتي بكل بساطة. لعبة جميلة جدا ومحبوكة بطريقة جميلة جدا، وأنا استمتعت في تختيمها للأمانة. بالنسبة للقصة، عن جد لولا اللي عملته آخر شيء في اللعبة، ألا وهو تجميع ملفات أفلام الـ VHS، كان ما فهمتش ولا إشي، لأنه بالعكس زادت تساؤلاتي في نهاية تشابتر 3 اللي هو تشابتر راكان. بس عملية تجميع الأشرطة والتقدم في قصة دوين أندرسون اللي هو الشخصية اللي احنا متحكمين فيها البطل، كان ما فهمتش ولا إشي. وأنا كنت عم بلعب قاعد وبجمع الأشرطة وبمشي فيها وكتير مركز وبحاول أربط 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 أربط، وأعتقد أني ربطت كفاية لحتى أفهم القصة الكاملة. المهم، شخصيتنا الرئيسية دوين أندرسون بكل بساطة هو الشخص اللي بنشوفه في بداية اللعبة، بقتل مرته وبنته وصاحبه. مرته اسمها كلير وبنته اسمها سارة. الصديق ما عرفتش اسمه، بعرفش اذا اسمه انذكر وانا ما انتبهت. اللي بعرف اسم صديقه يحكي لي بالله. فالمهم دوين هو اللي بكون قتلهم، هلا بنحكي ليش. وهو الشخصية اللي بنتحكم فيها باللعبة. هلا زي ما شفنا في البداية، هو بصحى وحواليه بركة دم وبطلع من الغرفة اللي قتل فيها عيلته وصاحبه. اذا لاحظنا شغلة في اللعبة هلأ خطرت عبالي على فكرة، إذا بنوقف قدام المراية هذه مثلا شايفينها بالخلفية أو أي مراية تانية، اضحكنا على موضوع أنه المطورين بدهوش يعطوا شكل لدوين، لأن احنا كنا شايفين مثلا الداحة طائرة في الهواء أو علبة الدواء طائرة في الهواء، بس لا، طلع فيه سبب أنه احنا مش عم نتحكم في الجسد البشري لدوين، احنا بنتحكم قاعدين بالشبح تبع دوين. لأن احنا شفنا بأول لقطة انه هو بقتل حاله بعد ما يقتل عائلته وصاحبه. فهذا احنا متحكم حاليا بالشبح تبع دوين، والشبح تبع دوين ما بدي احكي روح لانه نو خليها شبح احسن. الشبح تبع دوين بعد ما قتل حاله علق بين الحياة والموت في اشي اسمه البيرغاتوري، علق في هذا المكان اللي هو بين الحياة والموت لسبب ذكرني بسايلنت هيل، انه هو روحه معذبة لانه هو مهبب الدنيا كاين في حياته وعامل مصيبة كتير كبيرة في حياته، فلهذا السبب هو علق في البرغاتوري لحد ما يوصل للسلام اللي وصلنا له باخر اخر اخر اشي. شفنا الشمس طلعت وخلص، يعني ارتاح، واجه اللي عمله وارتاح. فهو علق في البرغاتوري هذا لحتى يوصل للسلام اللي لازم يوصل له. هلا هو شو عمل عمه دوين؟ دوين بكل بساطة هو عبارة عن كيميائي بيشتغل في مختبر، وشكله كيميائي شاطر جدا. واضح انه دوين انعرض عليه صفقة كان مقابلها مصاري بالهبل كتير، لكن هذه الصفقة كان الهدف منها كأنه صناعة دواء معين، بما أنه كيميائي وفي مختبر مستشفى مش عارف شو. كاين هو وجماعة معينة بيشتغلوا على صناعة دواء معين. هذا الدواء شكله والله أعلم الهدف منه السيطرة على الناس، لأنه كان في لافتة شفناها وإحنا بنلعب في المختبر اللي اشتغل فيه دوين، مكتوب عليها We are going to change the world together، إشي مثل هيك إنه سوف نغير العالم معا. يعني الهدف من اللي بيشتغلوا قاعد هو تغيير العالم، وعشان تغير العالم بدك تغير الناس أو تتحكم في الناس. والدليل على إنه دوين كان هو كيميائي وبيشتغل في مختبر إنه إحنا شفنا اسمه من ضمن أسماء الطاقم اللي كان شغال في هذا المختبر. كان هو اسمه آخر اسم أنا جنيت بس شفت اسمه، لأنه أنا كان يعني لسه كنت قبليها بشوي عم بسأل انه عمي هذا شو بيشتغل، فعلى طول اللعبة جاوبتني شو بيشتغل، بس لازم تدور وتبحبش. تمام، هلأ كان مقابل هذا الصفقة زي ما قلنا مصاري كتير، لكن اتضح انه الدواء اللي صنعوه او الاشي اللي صنعوه
هو إشي مدمر، إشي قاتل، تسبب بقتل وجنون كتير ناس، وطبعا شفنا جثث بالهبل بينت في قصة دوين، وكلهم كانوا بدون ملامح، لأنه هدول الناس كانوا بالنسبة لدوين ناس بدون ملامح، يعني كل واحد نفس التاني. فالدواء اللي صنعه دوين، خلينا نقول كان ضحايا كتير من المرضى اللي تمت تجربة الدواء عليهم في المستشفى. في منهم ماتوا لأنه شكلهم الله أعلم حطوا هذا الدواء في مصنع خاص بفلترة المي، لأن احنا شفنا آخر شيء هيك انهم استخدموا مصنع مي لحتى ينشروا هذا الدواء فيه، لأنه بآخر لقطة شفنا كتير جثث طفت على المي. وكان واحد من الموظفين تبع هذا المصنع اسمه لويس تايلر، ألا وهو الشبح اللي كان يلحقنا وكله أسود. واضح انه هذا كان موظف بالمصنع، اكتشف هذه المؤامرة، وبسبب اكتشافه لهذه المؤامرة قتلوه ورموه في البير. فهذا كان واحد من ضحايا دوين بشكل غير مباشر يعني، ولهذا السبب كان يلحق دوين، تمام، واخده معاه على البير. ومن ضمن ضحايا دوين يا جماعة الخير، هذا لسه شيء ما حكيته خلال التختيم، من ضمن ضحايا دوين لوسي البنت الصغيرة، دولوريس اللي شنقت حالها، أوراكان اللي كان عنده فوبيا المراقبة. كيف؟ لوسي أول شيء شفنا إنه صار عندها حالة نفسية بتحكي فيها عن إنه أنا عندي صديق خيالي، ما صديق خيالي، بس هذا الموضوع موجود عند بعض الأطفال على فكرة. لا في وحش أسود للعلم بالنسبة لتشابتر لوسي، ما في وحش أسود مسيطر عليها ولا في إشي، هذا كله كان هلوسات بسبب الدواء اللي اخترعه دوين. إذا متذكرين لوسي بعد ما صارت عندها هذه الحالة النفسية إنه أنا عندي أصدقاء خياليين وبحكي مع فلان ومش عارف شو، هذه حالة نفسية بتصير عند بعض الأطفال بدون أشباح وبدون وحوش للعلم، هذه حالة نفسية بتصير عند بعض الأطفال، وفي معظم الحالات بتروح بحالها خلاص لما بيكبر الطفل، خلاص بيروح هذا الموضوع. بس واضح إنه عند لوسي كان الموضوع أوفر، يعني صار عندها اضطراب نفسي فصار عندها هذا الموضوع أوفر، فأخذوها يعالجوها. إذا متذكرين الأم انجنت من موضوع انه يا عمي في دكتور بالدنيا بوصف حقنة او سيرينجة لحتى تنحقن في ايد بنت صغيرة عندها هذا الاضطراب النفسي. اذا متذكرين ردة فعل الام، انا ما نسيت ردة فعلها، لانه مزبوط اللي بتحكيه، شو هالسيرينجة اللي قد البلد اللي بدك تحقن بنت صغيرة فيها لحتى تعالجها نفسيا، انه شو هذا؟ But who the hell prescribes syringes for a child؟ هذه السيرينجة او هذه الحقنة كان فيها الدواء اللي شغال عليه دوين. واضح انه هذا الدواء بسبب هلوسة، بسبب صرع، بسبب اضطراب، يعني اللي عنده اضطراب نفسي بصير عنده الاضطراب النفسي هذا مضاعف، عرفتوا كيف؟ فواضح انه بسبب العلاج، بين قوسين طبعا لانه هو مش علاج، بسبب هذا الدواء اللي انحقن في ايدها، يعني هي كانت من ضمن ضحايا دوين للاخر، بسبب هذا الدواء زاد عندها الموضوع، زاد عندها الاضطراب النفسي، وقتلت حالها لما شالت الفك السفلي تبعها بالحمام آخر لقطة بالتشابتر 1، تمام؟ هذا بالنسبة للوسي. بالنسبة لدولوريس نفس الفيلم، طبعا كلهم هدول كانوا سكان هذا البيت، يعني قبل ما يسكن دوين وعيلته هذا البيت أول حدا سكنه لوسي، بعدين دولوريس، بعدين راكان. هلا بالنسبة لدولوريس نفس الفيلم، دولوريس كانت عايشة حياة طبيعية، كأنه بعد ما خلفت البيبي صار عندها اضطرابات نفسية، شفنا شو كان يحكي جوزها جورج، حكى انه صار عندها بايبولر ديس اوردر، يعني عندها تقلبات مزاجية حادة، وصار عندها خرف، وصار برضو دولوريس من الناس اللي تم تجربة الدواء هذا عليها، تفاقمت الاشياء كتير معها، قتلت زوجها وطعنته بالسكاكين، واهملت ابنها البيبي اللي مات من الجوع وشنقت حالها. طبعا هي شنقت حالها اعتقد بسبب قتلها لزوجها، حست بالذنب فشنقت حالها، تمام. بالنسبه
لراكان برضو نفس الشيء، واحد مضطرب نفسيا عنده فوبيا اللي هو المراقبة، اللي هو أي حدا بتطلع فيه بيصير عنده توتر وخوف. برضو راكان من ضمن الأشخاص اللي تم تجربة الدواء عليهم بعد ما روز الجارة سمعت صوت الطخ ورصاص في البيت، حكت مع الشرطة أخذوه للمستشفى وشاف وشفنا القصة تبعته في تشابتر 3. برضو هو واحد من الأشخاص اللي تم تجربة دواء دوين عليه. فلهذا السبب لوسي ودولوريس وراكان كانوا بيلاحقوا دوين، وشفناهم كيف كانوا بيلاحقونا في اللعبة بدهم يقتلونا بدهم ينتقموا من دوين، لأن دوين هو السبب في الحالة اللي وصلوا لها. عرفتوا كيف؟ ولما مشينا في قصة دوين عرفنا انه هو كان من ضمن صفاته الإدمان واللامبالاة وكيف أهمل عيلته، لأنه هو دوين كأنه ما قدر يتحمل ذنب هدول الناس اللي هو تسبب في قتلهم أو تسبب في ضياعهم أو تسبب في اضطراباتهم النفسية. انتوا شفتوا كمية الجثث، كمية الجثث وكمية الناس اللي خلص خربت، خلص راحوا ضاعوا بالحياة، يعني اضطربوا نفسيا وما في رجعة. كمية ناس بالهبل لأنهم زي ما قلت لكم حطوا الدواء هذا في المي بهدف السيطرة على العالم، قال. فهو ما قدر يتحمل ذنب هدول الناس، فشاف إنه الطريقة الوحيدة لكبت هذا الموضوع الشرب، أدمن الشرب والعقاقير. وهذا الموضوع إجا طبعا عكسي على عائلته وزاد الموضوع عليه لدرجة إنه وصل لحالة اكتئاب مرضية أدت في الآخر لقتل عائلته وصاحبه اللي كان يحاول يساعده بس على الفاضي قتلهم وقتل صاحبه وقتل حاله بالآخر. لما واجه كل هدول الناس ولما واجه كل اللي عمله يعني روحه يعني وصل لحالة معينة من السلام. أعتقد أنه هيك هي القصة، والله أعلم، أعتقد هيك، لأنه طول ما أنا كنت بلعب خاصة آخر شيء كنت عم بجمع وبربط. حبيت أعطيكم هذا الملخص القصير للعبة، لأن الأمانة قصتها بتجنن رهيبة، الاستوديو أبدع في هاللعبة للأمانة أبدع. عندي بعض التحفظات على التحكم وإدارة الموارد، بس أنا أتسكر بالنهاية استوديو جديد، بس أبدع أبدع أبدع، خاصة في قصة دوين آخر إشي أبدع. زي ما قلت لكم خلال التختيم، بالعادة الاستوديوهات النص الأول من اللعبة بيكون أحلى من النص الثاني، لأنهم بيكونوا حطوا تقريبا أغلب أفكارهم، بذلوا أغلب مجهودهم في النصف الأول، في النصف الثاني بيجي شوي أضعف، مش إنه مش حلو، بيجي شوي أضعف. بس لا، بهذه اللعبة العكس، على قد ما كان في مجهود بالنصف الأول على قد ما كان في مجهود بالنصف الثاني حتى جزء أكتر، لأنه في أشياء خرافية كانت في اللعبة. الموسيقى بتجنن، الأداء الصوتي روعة، للأناونسر صاحبه، لمرته، لبنته، لسن، الأداء الصوتي رهيب رهيب، يعني مبذول عليها جهد صح. أنا متحمس جدا، أعتقد كنا في تشابتر 4 كنا إضافة، متحمس جدا لهذا الشيء، متحمس لأي شيء رح يعمل هذا الاستوديو ساد سكوير. أنا متحمس لإله، لأنه إذا بضل على هذا المستوى بيرتفع وبيصير إشي محرز، لأنه هذه لعبتهم محرزة. أعتقد شهرتهم كتير، يعني أنا على مدار سنين دائما بسمع عنها، بس بالآخر لما لعبتها واو واو رهيب. I had so much fun. واللي زاد متعة هذه اللعبة إني شاركتكم إياها وكنا نلعبها على الستريمات وهيك، للأمانة هذا زاد حلا اللعبة. على فكرة الموضوع بحزن قديش في قصص أبدعوا بالحبكة القصصية، أبدعوا. المهم أصحابي اللي على الشات، إذا في أي شيء أنا ما انتبهت له احكولي، وأصحابي اللي رح يشوفوا هذا الفيديو بعد ما ينزل على القناة الأساسية برضو اكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم، وإذا في إشي تاني أنا برضو ما انتبهت له احكولي. طبعا التختيم الكامل لهاي اللعبة للشباب والصبايا اللي عم بيحضروا الفيديو على القناة الأساسية، التختيم الكامل موجود على القناة التانية اللي هي Geeks Stream تبعت الستريمات. Yeah, I had so much fun. It's amazing.